هيثم، انت ليه ما لعبتش اغاني العيد لحد دلوقتي؟ الحقني يا ريس الحقني، مش لاقي ولا غنوه من اغاني اخر رمضان ولا اغاني العيد في المكتبه. يعني ايه مفيش اغاني عيد في المكتبه؟ طلعهم من اليوتيوب وانزعهم. تخيل حضرتك، مفيش ولا غنوه على اليوتيوب من بتوع العيد. طب طلع نسخه اوديو واحنا نعملها كليب. حضرتك يا فندم مفيش على النت ولا اوديو ولا فيديو، كله اتمسح. يا نهار اسود، امال مصر هتعيد ازاي؟ يعني ايه احيد ازاي انا من غير اغنيه تم البدري بدري؟ وهو انت بس يا عم شوقي، ما مصر كلها حزينه. الو، عرفت يا فندم، عرفت، وكلنا زعلانين طبعا. يعني هو العيد هيجي ازاي لو ما سمعناش يا ليله العيد؟ اتصرف اتصرف. حاضر يا فندم. لا لا ما تقلقش، مصر كلها هتعيد ان شاء الله. طب اروح لمين دلوقتي انا ينجدني؟ ينفع تروح لواحد تقوله الهرم ضاع، اعمل لي والنبي واحد احسن منه؟ هاي الاغاني دي بقى هي الهرم، هي مصر. حتى لو اتعمل احسن منهم هتجيب تاريخ ازاي زي اللي عملته الاغاني دي؟ ها هتجيب منين؟ طب هتجيب منين ذكريات تربط الناس بالاغاني دي وتحسسهم بقى ان العيد جه؟ فاهم حاجة ولا ايه؟ انا مش فاهم ايوه حاجة. هرم ايه وعمرانية ايه يا عم عزيز؟ عمرانية؟ انت جاي تقلش ولا ايه يا عم كلب البحر انت؟ ما تفهمه يا استاذ سوبر هنيدي. وده اشرحها له ازاي كلب البحر ده؟ يا عم صلعت، هو مش كل سنة بيتعمل 20 غنوة للعيد؟ عمرك شفت غنوة واحدة، غنوة واحدة بس عاشت للعيد اللي بعده؟ معاك حق، يعني ما نحاولش مع استاذ وليد سعد ها؟ ولا مع الاستاذ وليد ابن طلال، ولا حتى الاستاذ حلم بكر، ولا كابتن محمود بكر. روح ودور على الاغاني يا سوبر هنيدي. مصر، مصر مش هتعيد الا لو نجحت في مهمتك دي ولقيت الاغاني. ربنا معاك.